أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. فكما لاحظ الإعلام وكما لاحظت الصحافة والناس اللي كانوا حاضرين، فكانت جلسة ماراطونية 8 ساعات تقريبا ديال الأطوار ديال الجلسة، اللي شهدت بزاف ديال المفاجآت، بزاف ديال ربما الأخطاء الكارثية من طرف المشتكي اللي تكلموا عليها الهيئة الدفاع ديالنا، وبطبيعة الحال اللي بحجاج وبراهين ودلينا بطبيعة الحال بالمسائل القانونية وبالحجاج. الكارثة فين كانت هو أنه تبين، وهذه بطبيعة الحال يعني حصريا باش يعرفوا الناس شنو كاين، تبين بأن هيئة المشتكي محامي المشتكي أو لا بالعربية تعرفت إلياس العمري رافع علينا دعوة على فيديو اللي هو أصلا ماشي ديالنا. يعني احنا جايين اليوم لواحد المحاكمة قضائية اللي ما عندهاش علاقة ببرنامج سكيزوفرين وما عندهاش علاقة برضون أسر موح. إذن فزيادة على الاستهتار اللي كان في الجلسة الأولى ديال عدم احترام المؤسسات القانونية، ما حضروش لا المحامين ولا المشتكي في شخصه، والجلسة الثانية اللي حضروا المحامين ديالو وطلبوا تأجيل من أجل دراسة القضية، ومع أنهم درسوا القضية جايين اليوم في الجلسة الثالثة اللي كانت جلسة المواجهة للأطوار ديالها كما قلت كانت ماراطونية. ما نعاودش لك يعني العياء ديال الناس اللي حاضرين، فما بالك المحامون والهيئات القضاء اللي كنحيوها من المنبر اللي كانت يعني عبرات على انها جلسه نزيهه، جاي اليوم باش يقولوا لنا بانهم رافعين دعوه على فيديو ماشي ديالنا اصلا. ففي الاخير باش ما نطولش بزاف، القاضي المحترم قرر بانه غتكون الجلسه ديال الاعلان على الحكم يوم 19 شهر 12 ان شاء الله المقبل، في هذا الشهر المقبل في الشهر الجاري اللي احنا فيه، وكلنا ثقه في القضاء المغربي وفي المحكمه المقاربه بمدينه الجديده بان ان شاء الله غيكون انتصار، والقضيه ديالنا بانها غتاخذ المجرى ديالها الصحيح في نصره حريه التعبير وفي نصره يعني ان لنا الحق في اننا نقولوا شي حوايج اللي من حقنا كشعب واللي من حقنا كمواطنين واللي من حقنا كفنانين ولا كصحافه بصفه عامه. هذا الشيء الا كنا درنا شي حاجه، اما ملي كتجي ترافعني على او لا كتقول لي بان داير لك شكايه على فيديو اللي هو ماشي ديالك، فهذا كيتسمى الاستهتار بالقانون او لا ما عرفش انا شكون اللي كاتب الشكايه، خاصو ستيلو احمر. المهم كنشكروا الصحافه اللي كانت مساندانا على طول يعني المسار ديال هذه الدعوه القضائيه، الصحافه اشواق اللي يعني كانت يعني دارت تغطيه شامله لهذا الحدث كصحافه مهتمه بحريه التعبير في المغرب، وكنشكروا المتتبعين لهذه القضيه من الشعب المغربي، كذلك المحامين بلا ما يعني نحاول نذكر اسماء، الاستاذ النقيب مكار، الاستاذ شاريا اسحاق، وكذلك النقيب اللي التحق بنا زيان محمد زيان، استاذ خفيف، الاستاذ بن جعفر، وبعض الاساتذه اللي ربما الاسماء ديالهم غابت عندي في هذه اللحظه، ولكن كنشكر كل من ساهم من بعيد او قريب في المسانده ديالنا وقف جنبنا في طريق الانتصار ان شاء الله. تحية لكم من رضوان أسرموح سكيزوفرين. سلام عليكم.